بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أقدم للمجتمع هذا المشروع الذي يعتبر أول مشروع في مجال الصحة لتكوين وقف إنداومنت بين المستفيدين. فهناك 5000 ملف لكل من يريد الخدمة على أساس تكاش التخفيض أو الاشتراك. مثلا لو اشترك ب$1000 فهو يدفع 6000 جنيه فقط بدل 15، ويكون عنده كوبونات للخدمة اللي هي كت كاش يور تيكت. وكذلك مقدمي الخدمة، يعني 5000 مستقبلي الخدمة و500 مستقبلي أو يعني 500 هم الفريق الأداء. طبعا رئيس كل فريق أو رئيس الفرق جميع الفرق اللي هو الاس او دي. من هو الاس او دي؟ اعلى في مجال الطب، اعلى مستوى تقدر خبرته ب تقدر خبرته ب ساعات العمليات اس او دي ان سيرجري اورجان دكتور، يعني طبيب قلب، طبيب رئة، ونظامه نظام القلب، نظام الرئة، الكبد، العيون، يعني الأعضاء اللي فيها جراحة أو تحتاج إلى جراحة، تدخل جراحي. سيتم اشتراك 5، يعني مثلا ممكن يكون الفريق من 5 10 أو 100، أصبح عندنا 500. الفريق إذا تكون من 5 أشخاص فهو أعلى واحد السيرجي أو طبيب العمليات للنظام، نظام يعني ممكن المخ كذلك، القلب، الأذن، الأنف، الكلى، أي نظام. طبعا احنا عملنا 5 على أساس في أهم 5 ممكن تكون سنكتشفها. طيب إذن انطلاقة المشروع سنطلب من كل، طبعا نحن الدوام 4 ساعات إلى 8 ساعات 5 أيام في الأسبوع اللي هو السبت إلى الأربعاء فقط. لو نلاحظ على الهلال في آي، إذن البرنامج MDI System يعني عن بعد إنترنت، يعني المريض مش لازم يحضر إلا للعملية لا قدر الله، فهو يعني يستشير وهو مسجل. طبعا التسجيل للتخفيض، يعني الدولار يحسب ب لأنه التسعيرة حتكون بالدولار، يعني الاستشارة أو عشان الشخص يرى الطبيب أو يجلس مع الجراح أو يلتقي معاه ساعة، فلازم قبلها ممكن يتصل بالكول سنتر
ويطلب منه أحدث ملف، يقدم الملف، بعدين ينعمل ترتيب للقاء مع أخصائي مو يعني في نفس فريق الجراح. مثال يعني لو جراحة مثلا الكلى، فهناك أو جراحة يعني نظام السيستم حق الكلى، مسالك بولية وكذا، فهناك جراحين، فممكن يكون في جراح عمل 4000 ساعة أو بالعمليات عمل 400 عملية مثلا، أو يعني فنعطي له فكرة عن الفرق، ونعطي له فكرة كمان عن ممكن يعني عندهم بعضهم لقاءات في التلفزيون أو في القنوات مثل القاهرة والناس وكذا. طبعا المشروع كله الاس او دي كلهم في مصر، اللي هم اس او دي الجراحين، جراحين للأعضاء او اورجان، يعني القلب يعتبر اورجان، اعضاء الاذن ممكن تعتبر اورجان، العين اورجان، يعني اي عضو يعمل يعني له وظيفة يعتبر اورجان. يعني المسالك البولية كلها الكلى، ترتبط كلها بالكلى، فما يحتاج يعني نتكلم كثير، بس حيصير لقاءات مع الجراحين، اللقاء 40 دقيقة. طبعا هو اللقاء مثلا قيمته 20,000 جنيه أو 20,000، أقصد ما يعادل يعني عندنا أنت $1,000 $1,500 زي ما الآن تأخذ القهر والناس، فيكون فيه هو له بالدولار بستة، يعني ما تقرر اللقاء ممكن $1,500 40 دقيقة، يعرض في قناة MDI. القناة ستكون في اليوتيوب وتكون في التواصل الاجتماعي وسوف تنشر، يعني في فريق بكل اس او دي ينشر المعلومات، يعني كل اس او دي له فريق، اذا يعني في 5 مع كل جراح 5، فمع اخصائي ومع طبيب تحضير ومع الفايلنج، يعني متابعة المريض اللي هو الملفات أو اللي تسمى الطبلة. فيسرني أن أكون رئيس للبرنامج، وهناك مدير للبرنامج المهندس شريف سوف يتواصل مع الاس او دي لتسجيلهم في البرنامج، يعني هناك ملفات للاس او دي يجب انه المهندس شريف بلقاءات يشوف رغبة الجراح، نشوف الهيستوري يعني قديش هو عمل عمليات، كم عدد الناس، كم عدد الساعات، كيف التواصل معهم، هل في احد ما تم التواصل معه يعني سوى العملية وغاب فممكن نتواصل معه، طبعا اخر 5 سنين ممكن، يعني قبل 5 سنين ممكن، يعني حسب طبعا رغبة، لأنه هذه الخدمة يعني حتى الأطباء الجراحين مشغولين، فيجي واحد يعمل عملية المفروض يتابع ما بيتابع، فهو مشغول إنه يجري يتابعه أو يجري وراه، أو يعني ما عنده نظام ومكتب يتابعه، فهذه الخدمة في هذه الناحية. وأعتقد إن معظم الجراحين يحب إنه يتابع، لأنه رأس مال الجراح الشخص اللي عمل عملية، لأنه بياخذ معلومات عنه بعد العملية ويشوف مستوى نجاح العملية، حتى كمان مش عشان دعاية بس يفرح به، يعني يتأكد زي إثبات يعني إنه طريقته في العملية أو العملية كانت هي
سبب إنقاذ حياته أو كذا. طبعا ما أطيل، لكن عملنا هذا الفيديو حتى يعني يستطيع الزيارات اللي عملها المهندس شريف المدير للأطباء يعني عن طريق هذا الفيديو تكون مدخل. وهناك طبعا معلومات مهمة لتسجيل. أول شهر يكون مجانا، أول شهر مجانا يعني ما هيدفع ولا شيء. وبعدين ممكن نحن يكون من الكريديت يعني من الدخل حقه، ممكن من الدخل حقه تخصم. طبعا في نكتفي بهذا القدر، في نظام مالي سوف نخبر كل جراح عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.